السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، شهادة أدخرها ليوم تذهل فيه الأبصار والعقول وتشخص فيه الأبصار، شهادة أرجو بها النجاة من دار البوار، وأؤمن بها جنات تجري من تحتها الأنهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المصطفى المختار، الماحي لظلام الشرك بثواقب الأنوار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، صلاة تدوم بتعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد عني الإسلام عناية بالغة بأمر الجمعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
وغاب عن أولئك الذين تشاغلوا عنها وآثروا التجارة عليها. فقال رب العزة: وإذ رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة ومن التجارة، والله خير الرازقين. ويوم الجمعة في الإسلام له مكانة رفيعة ومنزلة عالية، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على تميزه واختصاصه بخصائص عديدة. فقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبعا، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. هذا تذكير بصلاة الجمعة. أما خطبتنا اليوم، الحمد لله الذي وعد من حفظ الأمانة ورعاها أجرا جزيلا، وتوعد من أضاعها وأعد لها عذابا وبيلا. أحمده على جزيل نعمه، وأشكره على تتابع إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حث على أداء الأمانة وحذر من الخيانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن حمل الأمانة ثقيل. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة لغة مأخوذة من الأمان، وهو طمأنينة النفس وذهاب الخوف عنها، وهي عبارة عن كل ما استحفظ عليه من حقوق، سواء كانت لله تعالى أو لخلقه. وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن المراد بالأمانة المذكورة في الآية جميع التكاليف الشرعية، فمن قام بها أثيب ومن تركها عوقب. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة وأنهم أبين أن يحملنها وأشفقن، أي خفن من عواقبها لما ينشأ عن التساهل بها من عذاب الله وسخطه، وإيثارا للعافية وبعدا عن التبعية. وحملها الإنسان بما فيها من مسؤولية عظيمة بالغة، فانقسم الناس بعد هذا التحميل إلى ثلاثة أقسام: قسم التزم بها ظاهراً وضيعها باطناً، وهم المنافقون والمنافقات الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله. وقسم
ضيع هذه الأمانة ظاهرا وباطنا، وهم المشركون والمشركات الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله، وقسم حفظوا الأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات الذين اتصفوا بالإيمان ظاهرا وباطنا. فالقسمان الأولان معذبان والقسم الثالث مرحوم. قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن الأمانة تشمل كل ما أوجبه الله على عباده، فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، والحج أمانة، والودائع أمانة التي عندك للناس أمانة، والسر بينك وبين أخيك أمانة، والأعمال التي تتولاها من شؤون المسلمين أمانة. فالحاكم مؤتمن، والمسؤول والعامل مؤتمن على عمله، والمعلم مؤتمن. إن الله أمر بأداء الأمانة، فقال سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليتق الله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهذه الأوامر تدل على أن أداء الأمانة واجب حتم لا يجوز التساهل فيه، فيجب على الوالي ويجب على المعلم ويجب على العامل أن يقوم بأدائه بالأمانة في عمله وفي كل أعمالهم. إن الله كما أمر بأداء الأمانة فقد نهى عن الخيانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأخبر أن الخيانة في الأمانة من صفات اليهود، فقال سبحانه: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخيانة في الأمانة من صفات المنافقين، حيث يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إن الخيانة في الأمانة ظلم، وإن الظلم نادم عما قليل، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقتص رب العالمين من الشاة القرناء بالشاة الجلحاء. وروي ابن جرير بسنده عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال: يكفر كل شيء إلا الأمانة. يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له ثالثا: أدي أمانتك، فيقول: أي أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقول رب العزة: اذهبوا به إلى أمه الهاوية. فيذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هناك كهيهتئها، فيحملها فيضعها على عاتقه، فيصعد بها إلى شفير جهنم
حتى إذا رأى أنه قد خرج هوت فيهوى في أثرها إلى أبد الآبدين. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث، وأشد ذلك من الودائع أيضا. إن رعاية الأمانات من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله وراثة الفردوس والإكرام في الجنات. قال الله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال في آية أخرى: أولئك في جنات مكرمون. عباد الله، إن الأمانة ترفع في آخر الزمان. فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كحجر دحرجته على رجلك فنفط فتراه متتبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة قد دحرجها فدحرجها على رجليه، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال الرجل: ما أجلده، ما أظفره، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ومعنى الحديث أن الأمانة كانت موجودة في الناس عن طريق الفطرة والوحي، ثم تقبض منهم لسوء أفعالهم. فقال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فتزول الأمانة من القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نوره وخلفه ظلمة، ثم إذا زال الجزء الثاني خلفه ظلمة أشد من الظلمة التي قبلها، ويصبح الأمين بعد ذلك غريبا في الناس حتى يمدح من لا خير فيه ولا إيمان، فاتقوا الله أيها المسلمون في أماناتكم. روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، إن من أعظم الأمانات هو تربية أبنائنا. أيها الناس، إنا كما تعلمون نعيش في عصر تلاطمت فيه أمواج الفتن، وتنوعت وسهل وصولها إلى البيوت وإلى الدراري من أبنائنا وبناتنا، وتسهل وصولها إليهم بواسطة الشاشات
والفضائيات وبواسطة المحطات الهابطة التي تأتي من هنا وهناك، يشاهدها الكبير والصغير والذكر والأنثى بواسطة الهواتف المحمولة، بواسطة الإنترنت، بوسائط كثيرة تنوعت وتتحدث وتتجدد في كل وقت لأجل الابتلاء والامتحان. فحافظوا على أولادكم من هذه الوسائل، أخلوا بيوتكم منها، راقبوا أولادكم وامنعوهم منها، فإنها والله وسائل شر وتدمير وفساد للدين والأخلاق. عباد الله، إن الأولاد يجب المحافظة عليهم من التسيب من بنين وبنات، تسيب في الشوارع، الذهاب إلى الاستراحات، إلى الحفلات، إلى غير ذلك. حافظوا على أولادكم، لأن هذه الأمور يختلط فيها كل شرير وكل داعية إلى فتنة. فيها من يروجون المخدرات، فيها من يروجون الأفكار الخبيثة، فيها من يفسدون الأخلاق ويقتنصون البنين والبنات. فاتقوا الله عباد الله، إنكم الآن كراعي الغنم في أرض سباع، إن لم تحافظوا عليهم أكلت. فحافظوا على أولادكم. يقول الشاعر: ومن رعى غنما في أرض مسبغة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فاتقوا الله عباد الله، واهتموا بأولادكم. اليوم تغير عن الأمس، والحاضر تغير عن الماضي، فاشتد الحذر واحذروا على أولادكم. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تهملوا ولا تنشغلوا بدنياكم ولا تنشغلوا بدنياكم عن أولادكم، ولا تنشغلوا عنهم وتهملوهم وتوكلوهم إلى أنفسهم أو إلى أمهاتهم. أنتم المسؤولون أمام الله، وأنتم الخاسرون إذا فسدوا وضاعوا. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، واتقوا الله في أولادكم، واتقوا الله في بيوتكم، واتقوا الله في نسائكم، فإنكم مسؤولون عن كل ذلك، والمسؤولية عظيمة، والله سبحانه وتعالى عليكم رقيب. فاتقوا الله عباد الله. قال تعالى: ونادى نوح ابنه وكان في معزل. علاقة سيدنا يعقوب بيوسف كانت علاقة حميمة، وكذلك كانت علاقة سيدنا إبراهيم بابنه إسماعيل علاقة حميمة، لكن العلاقة بين سيدنا نوح وابنه كانت غير صحيحة. فأين سيدنا نوح؟ نوح يعيش في معزل، أي منغلق. فابن سيدنا نوح يعيش في معزل، أي منغلق على نفسه، لا يريد أن يسمع ما يقول له أو والده، لا يريد أن يكون هناك صداقة مع والده. وعندما بدأ موعد الطوفان قال له: يا بني اركب معنا، لو كان ولدا مطيعا لأطاع الله وأطاع والده ولنجا من الغرق والموت والهلاك. قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي أستطيع أن أتغلب على مشاكلي وأذهب إلى هذا الجبل ليحميني من الهلاك والغرق. فرد عليه سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قائلا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. في هذا الزمان وهذا العصر لا عاصم اليوم من الهلاك والتفكك إلا صحبة صالحة وأسرة متماسكة. إذا كان والدك غير متفرغ فاذهب أنت إليه وكلمه وناقشه في مشاكلك وفي شؤون حياتك. قال تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لقد رأى سيدنا نوح ابنه وهو يغرق أمامه، ولم يستطع أن يفعل شيء له. يا شباب ارحموا أباءكم، فلو سمع ابن نوح من والده وأطاعه لما غرق. وكم كانت حرقة نوح على ابنه وهو يغرق وسط الطوفان وحال بينهما الموج. يا شباب لا تغرقوا على أنفسكم، لأن حال الموج تحول كل يوم وتحصل في كل منزل.
كمثل الفتاة تتزوج زواج عرفيا. يا أمهات ويا آباء، أين دوركم في هذه الحياة؟ لكم أين دوركم؟ لكل منكم دور، غير كسب المال وغير تدبير شؤون المنزل، فهناك دور أكبر، ألا وهو التقرب من أولادكم والعمل على حل ومعالجة مشاكلهم، وأن تأمروهم بعبادة الله والتمسك بطاعته. يا شباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. وهذا يعني أن حياؤك ووجهك وقلبك سيظلم، فحافظ على علاقتك مع به، وحافظ على الحوار معه، وإلا سيطفئ الله نورك فتظلم. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من العباد عبادا لا يكلمهم الله. فقيل له: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: المتبرئ من والديه. المتبرئ هو الذي رمى بوالديه في والديه أو إحداهما في دار العجزة، أو الذي يخجل منهما أمام الناس، أو يخجل أن يخرج معهما إلى أي مكان، وذلك خوفا من أن يقال أنه ما زال صغيرا. والله لقد سمعت على إحدى القنوات أن امرأة لها 10 أولاد في فلسطين راموها 7 سنين في دار العجزة، ولم يكن من أحد من أبنائها أن يزورها. والله إن هذا لتقطع أجسامنا من هذه الأخبار. وقبل أن أنهي خطبتي هذه، أود أن أنوه لكم عباد الله: ليس طلب التصدق خاص بالأغنياء، بل إن الفقير مطلوب منه أن يتصدق بما يقدر عليه ولو كان قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، أي دابته وخروف، حتى تكون مثل الجبل. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم إن التصدق سبب لحصول الرزق والخلق من الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فيا إخواني، والله إن كل مساجد في هذا البلد بحاجة إلى دعمكم ولو بالقليل، حتى مسجد صغير حتى ننهي العمل فيه. فإني أرجوكم أن تقدموا ما في أنفسكم وما باستطاعتكم. اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم قنا شر الفتن وشر أهل الفتن وشر دعاة الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعدها وابعد أهلها عن بلادنا وعن بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، وأردده كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح بطانتهم وابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا وعلى المسلمين خيارنا،
واكفنا شرارنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.